3. رمضان كريم ومبارك. ايه اللي كان دي؟ لا بس حمودة انت بتعذب. اذا ما اشتريت له اعطيه نص حلوياتي. نص يا حبيبي. يا عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ياي، أنا بحبك يا رسول الله. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وكل عام وأنتم بخير.